أشارت مديرة المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية أميرة توادروس إلى أن جلسة المحور المجتمعي للحوار الوطني حول تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية كانت مثمرة. وأضافت توادروس خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الجلسة شهدت ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للسكان لوضع استراتيجية وطنية لحل مشاكل السكان في مصر. الجلسة كانت مثمرة جدا، وكان فيها نقاش حول برضو يعني استمرار النقاش حول القضية السكانية، بس كانت واخدة يعني طابع أكثر جدية وخطوات عملية. اتكلمنا على طبعا تعليقا على اللي تم في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية المستدامة وإعادة هيكلة المجلس القومي للسكان ليصبح تحت رئاسة دولة رئيس الوزراء. فكنا اتناقشنا النهاردة خلال الجلسة في الآليات اللي يتم بيها ده، ازاي كحوار وطني نقدر نقترحها، الدور يعني يتم تفعيله ازاي، دور المجلس القومي للسكان سواء في وضع السياسات او وضع الاستراتيجية وبرنامج قومي للسكان على مستوى مصر، وده طبعا بيتطابق مع المادة 41 من الدستور المصري.